فرنش فور انجلش از يو ساي انجلش انجلش هو عايز انجليزي. اوكي بنبارك له على قدومه للنادي الاهلي، يمكن صفقه الجميع كله بينتظرها ومنتظر باذن الله يكون صفقه سوبر ويحرز اهداف الفتره المقبله. Yeah, I think okay. Thank you first for the win today. We are looking forward to give a good result. I think with time everything is going to be okay, and I'm catching up with the system of the player and everything to understand everything. أول حاجة هو سعيد طبعا بفوز النهاردة، وبيقول مع الوقت كل حاجة تبقى كويسة، شوية شوية هيتأقلم على طريقة لعب الفريق وهيبقى أداؤه أفضل من كده. اللي بقى النادي الأهلي معاه جماهير عريضة جدا، هو عاش في الدوري المصري وشاف جماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم مش في مصر بس، وبتعقد عليه أمال كبيرة الفترة المقبلة يجيب من نص فرصة هدف. لسه واحدة واحدة ومنتظرين على الأهداف وهتيجي معاه، وفي انتظار أول أهدافه يعني الفترة المقبلة. Yeah, I think I'm aware of that, and I can assure all of my supporters, all the Ali supporters, once I start scoring, then it will be a channel. So it's just a time. It's just a time, a small time. Then everything's going to be okay soon. بقول لحضرتك انا مدرك ده، وانا بقول للجماهير انه شويه شويه ان شاء الله هسجل، هيبقى تحدي بالنسبه لي اني اسجل، بس يبقى في صبر عليا وان شاء الله الاجوان جايه. اجي مع النادي الاهلي بيلعب مباراتين وباذن الله عندنا 3 مباريات قبل ما نسافر للحلم كاس العالم للانديه. احساسه ايه بقى وهو راح يلعب كاس العالم للانديه مع نادي القرن هو النادي الاهلي؟ I think it's an honor for me to play that competition and I'm glad to play that competition. Then I'm focused forward to see what we can do better. Then it's a good experience even for Ali, even for the fan, even for the players. I think we can do something good there. Then we'll come back and face again the Champions League. بالحقيقة طبعا أنا متشرف جدا، شرف كبير ليا وسعادة كبيرة ليا إني ألعب في بطولة زي دي، بطولة كبيرة، وأعتقد تحدي كبير وشرف للنادي الأهلي. طبعا أي نادي كبير، بس طبعا حاجة كويسة للنادي الأهلي ولينا إحنا إن إحنا نروح ونلعب ونحاول نثبت نفسنا هناك ونرجع تاني نركز في بطولة الدوري عشان ناخد لقبها السعيدي كمان. قول لي يا دكتور، عاوز أسأله أكتر حاجة بيقولها له مستر بيتسو موسيماني في داخل غرف الملابس قبل المباراة أو بين شوطين المباراة. موسيماني told you in the changing room before the games or during the game during the half time. I think as a player and as a coach, he knows what he's capable of in his player. He's always give us confidence. He always encourage us to do better so that we can put this team up. He can't tell us something where we can put this team down, but he always encourage us. He always tell us as a father, as a good person, he encourage us to do something good. وطبعا كمدرب واحنا كلاعبين بيتكلم معانا، بيحاول يدينا الثقه وبيحاول يخلينا نبقى افضل. طبعا كان بيقول لنا ايجابي عشان يبقى في ليه مردود ايجابي علينا، وبيتعامل معانا كاب وكشخص كويس معانا، بيتعامل معانا بطريقه كويسه، هو بيشجعنا عشان ناخد ثقه ونادي اداء كويس في الملعب. لعب مباراتين باذن الله، المباراه الثالثه يكون التهديف من نصيبه ويقدر يحرز اول هدف مع جماهير النادي الاهلي عشان يعمل الارتباط السريع جدا مع جماهير النادي الاهلي، خصوصا ان جماهير النادي الاهلي حباه من قبل ما يلعب في النادي الاهلي. Yeah, I think on the third one, everything going to be okay. We are going to celebrate. إن شاء الله بإذن الله الماتش التالت كل حاجة تمشي كويس وهنسجل وهحتفل بإذن الله مع الجماهير. بإذن الله نحتفل معاك المباراة. We'll celebrate the next game with you. Exactly. Thank you. إن شاء الله. شكرا.